بقي قسم ثالث، إذا كان دفع الزكاة لا ينفعه ولا يضره لكنه لا يصلي. نظرنا إن كان لا يصلي أبدا فإنها لا تدفع إليه الزكاة، وكان ما يصلي أبدا لا في البيت ولا في المسجد فهذا لا تدفع إليه الزكاة. لماذا؟ لأنه كافر مرتد، هذا لا يجوز أن يبقى على وجه الأرض، بل يستتاب فإن صلى وإلا قتل كافرا مرتدا، لأن ترك الصلاة كفر بدليل القرآن والسنة وكلام الصحابة والنظر الصحيح العقل. يعني انتبه يا ولد، الصلاة غير هينة، أي فرض فرضه الله على الرسول مباشرة يعني بدون واسطة الصلاة، أي فرض لم يفرضه الله عز وجل إلا والرسول في الملأ الأعلى الصلاة، أي فرض فرضه الله على عباده على وجه كثير كبير ثم خفف الصلاة. إذن لا شيء يساويها من الأركان إلا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فنقول قد دل القرآن والسنة وكلام الصحابة على أن تارك الصلاة كافر كفرا أكبر مخرج عن الملة، ولا عبرة بمن قال سوى ذلك، لأن المرجع عند النزاع إلى أي شيء؟ إلى كتاب والسنة. الدليل من القرآن، قال الله تعالى في المشركين: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، يعني وإن لم يفعلوا ذلك فليسوا إخوانا لنا في الدين، ولا يمكن أن تنتفي الأخوة الإيمانية مع وجود الإيمان أبدا، حتى لو فعل الإنسان أكبر الكبائر ما عدا الكفر فإنه أخونا. أرأيتم لو اقتتل المسلمون، اقتتل شخصان أو طائفتان، هل هذا الاقتتال يخرج من الإسلام؟ الدليل قوله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، ايش تمد اليسر يا شيخ؟ وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، إلى قوله: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. وقال في القاتل عمدا، قال في القاتل عمدا: فمن عفي له من أخيه وهو المقتول شيء فاتباع بالمعروف، فجعله أخا له، مع أن القاتل من أكبر الكبائر المتعلق بحق المخلوقين. طيب، إذن نفي الأخوة الإيمانية في الآية الكريمة في سورة التوبة تدل على أن الكفر في ترك الصلاة كفر إيش؟ أكبر مخرج عن الملة.